صباح الخير، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجي توكس، وهذا فيديو جديد. قبل ما تكمل الفيديو حط في التعليقات احكي لي ايش اهم المراحل اللي اثرت عليك في حياتك او اثرت على سير حياتك او على ردم مشي حياتك، وحط لي كمان في التعليقات هل هذا التغيير كان للاحسن ولا هذا التغيير كان للأسوأ. وكمان قبل ما اكمل الفيديو بدي اذكركم في مسابقة صغيرة معمولة من موقع الالكتروني www.gsoupby.com، بنصحكم تروحوا تشوفوها، بدنا نربحكم هيك $100 كاش على السريع. فمروا على الفيسبوك بيج محطوط اللينك تبعها في الديسكربشن بوكس، وخلينا مرحبا مره ثانيه. هلا قبل ما بلش الفيديو، من اسم الفيديو راح تحس انه في واحد خدها هيك مر عليه مليون الف تجربه حياتيه وجاي يحكي لنا عن زبده وحكمه حياته. لا، راح احكي لك انه انا شاب مش ختيار، لكن اتوقع انه هذا الفيديو ممكن ان اقدر افيد فيه مجموعه كبيره من الناس، ممكن تكون اصغر مني، ممكن تكون لسه ما مرت بهاي التجارب، ممكن تكون انا هاي التجارب مريت فيها واخذت منها شوي فايده، فحبيت ان اشارك فيها. فان شاء الله انه يكون فيديو مفيد، واذا كان هذا الفيديو مفيد فلا تنسوا تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب انيبل نوتيفيكيشن بيل علشان يوصلك كل شيء. في هذا الفيديو حابب ان انا اعطيكم من خبرتي في الحياه، زبدة الحياة اللي أنا مريت فيها، الكثير من الحروب والمعارك، كثير من الانتصارات والخسارات. إيش هذا الأكشن اللي أنا دخلت فيه فجأة؟ المهم، بعد ما أنا عشت هذا الجو، اللي بدي أحكيه في هذا الفيديو هو إيش أهم المراحل اللي راح تمر عليك واللي راح تأثر في حياتك، سواء راح تأثر على حياتك سلباً أو راح تأثر على حياتك إيجاباً، لكن سواء غيرت إيجاباً أو سلباً فهي أكيد راح تأثر على حياتك بطريقة. هلا فعليا اول مرحله راح تاثر على حياتك عن جد ايجابا او سلبا وخاصه في دولنا العربيه هي مرحله الثانويه العامه، او اللي بنسميها التوجيهي او شو ما تسميها في بلدك، لكن هي المرحله اللي قبل ما انك انت تدخل على الجامعه. فحط في بالك انه اللي قبل التوجيهي حماده واللي بعد التوجيهي حماده تاني خالص. المرحله الثانيه اللي راح فعليا تأثر على حياتك في فترة الجامعة، وحاول انه هذه الفترة تكون في حياتك فترة ذهبية، لا تقضيها هبل ولا تضيعها على الفاضي. عادي اكيد راح تتهبل، ما راح اقول لك ما راح تتهبل، انه كلنا راح نتهبل في هذه المرحلة، لكن اعمل كم شغلة راح احكي لك اياهم هلا ضروري تعملهم في الجامعة. اول شغلة تطوع في الجامعة في اعمال قد ما تقدر، مش شرط هلا تطوع يعني تروح تقلب لي اياها اكشن وحزايني ودراما ومش عارف، عادي تطوع في اعمال تكون مسلية وبتجنن، المهم تطوع. الشغلة الثانية بدي احكي لك اياها، لازم تصير في حياتك الجامعية انه شارك في مسابقات قد ما تقدر، سواء في مجال تخصصك او مش في مجال تخصصك، راح تعرفك على كثير ناس وراح تفتح لك اوبورتيونيتي كثير كبيره. الشغله الثالثه اللي ضروري تصير في حياتك الجامعيه انه انت لازم تشتغل ولازم تصرف على حالك، ويا سلام اذا بتفتح او اذا بتقدر تفتح شغلك الخاص. شغلك الخاص ما تخيل هلا براس مال $7 مليون، لا، شغلك الخاص اللي يتناسب مع قدراتك الماديه واللي يتناسب كمان، يا ريت يا ريت يا ريت يا سلام اذا كان في مجال تخصص. طبعا هيك انت بتكون اذا عملت هذا الحكي بتكون ضربت ولطوشت وصدت كل العصافير بحجر واحد، بس هو انك انت اشتغلت في حياتك الجامعيه. هلا المرحله الثالثه اللي مهمه في حياتك يعني واهميتها جدا 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 كبيره، هي بعد التخرج. اول سنه بعد التخرج هي السنه مفصليه بتحدد كثير اشياء في حياتك، اذا ربنا وفقك او اذا ربنا هداك لطريق انت اخترته، لكن هذا الطريق طلع صح 100% 100% ما في صح، إذا طلع 90% صح هذا الطريق اللي أنت اخترته، فأنت بتكون يعني اغتنمت الدارين، الدار الدنيا والدار الآخرة. بس جد فعليا أول سنة هي سنة مفصلية تماما، وعشان تطلع اختياراتك صحيحة وعشان تغتنم الدارين الدنيا والآخرة، أنت لازم تكون اشتغلت على خياراتك بشكل كثير 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 كبير ومنطقي ومدروس. صح هو راح يكون لهذيك المرحلة صعب، لكن انك انت حاول قد ما تقدر انها تزبط معك، لانه كثير منا بتزبط معه لانه ربنا وفقه من غير ما يتعب على الخيار بالمرة، بيكون هذا اللي اجى في طريقه. لكن نصيحة اخوية، اشتغل على خيارك عشان بعدين ما تضطر انك انت تبلش تبدل في خياراتك او تندم على خيار انت اخذته وانت ما كنت واعي لاخذ هذا الخيار. الخيار اللي انت بتاخذه وانت واعي شو ما كان صح او غلط ما راح تندم. هلا النقطة الرابعة المهمة اللي انك انت تاخذها بعين الاعتبار، انك انت اذا قدرت تلاقي شغل في بلد ثاني غير بلدك في هذه الفترة الأولى من حياتك، واللي هذا البلد اللي انا بحكي عنه فيه فرص كثير أحسن من الفرص اللي موجودة في بلدك في مجال هذا الشغل، بيكون وضعك يعني خريستو. النقطة الخامسة، وبالصدفة اجت هي الخامسة، النقطة الخامسة اللي هي بعد تخرجك بخمس سنوات أو بعد سفرك للبلد اللي حكيت لك عنه بخمس سنوات
تأكد أنك أنت شخص مختلف تماما، سواء من الدراسة اللي تأثرت فيها أو من العمل اللي أنت تأثرت فيه أو من السفر ومخالطة الناس اللي فيها كثير كلتشرز اللي أنت اختلطت فيهم. هدول الثلاث عوامل عوامل يعني مش طبيعية، لمدة 5 سنوات راح تنقلك من الشخص اللي كنت فيه قبل 5 سنوات لشخص مختلف تماما، بشخصية مختلفة تماما 100%. اللي بدي أنصحك إياه أنه بعد هدول 5 سنين حاول انك انت تكون متأكد انك انت شخص لما تتطلع في المراي تكون مبسوط تبتسم له وتحبه. حاول انك انت يا ريت لو تكون شخص الناس تأشر عليك وتكون قدوة لهدول الناس ولو لشخص واحد فقط حتى لو كان طفل صغير. فانت حاول انك انت بعد 5 سنين تكون قدوة لنفسك، تكون مبسوط من حالك، تكون قدوة للناس، تكون الناس عم بتأشر فيك عليك، وتكون الناس كمان بتحاول تستفيد منك. ويا ريت اذا توصل لمكان الناس تكون حابة انها هي بعد فترة تحكي يا ريت لو اني اصير زي فلان، او يا ريت اني لو اقدر انجز زي فلان. اكيد مش الناس ما راح تحب تصير زي الناس تانية، لكن راح تحب تنجز زي الناس الثانية. لهون بدي اوقف لانه خلص خلصت تجاربي في الحياة، خلصت خبراتي اللي بدي احكي لك اياها في الحياة. لكن هون لبعد كم سنة ومش اقل من 5 سنين اذا ربنا احيانا، واذا كنت رايق وقاعد وطالع بالسيارة وقاعد بشتري سندويش عشان اكلها وفاضي فيش عندي ايش اسوي، ان شاء الله بعمل فيديو الجزء الثاني من هذا الفيديو عشان نشوف كيف راح تختلف نظرتي بعد 5 سنين او بعد 10 سنين لهذا الموضوع، وايش الاشي الجديد اللي راح اضيفه على هدول ال5 نقاط اللي انا حكيتهم بهذا الفيديو بحكم الفترة القصيرة فعليا اللي انا بغطيها نسبيا لاسم هذا الفيديو، اللي هي ايش المراحل الاساسية اللي راح تأثر على حياتك وراح تعمل فيها تغيير. راح عملت هذا الفيديو لاني انا اليوم قربت اصير عمري 30 سنة. بتخيل الناس اللي عمرهم اقل من 30 سنة كلهم راح يستفيدوا من هذا الفيديو، او على الاقل جزء منهم او جزء بسيط منهم راح يستفيد من هذا الفيديو وراح يبعثه لاصحابه لحتى يستفيدوا منهم. لهون بدي احكي لكم يعطيكم العافيه، لا تنسوا تروحوا على الويب سايت تبعنا www.jisobuy.com، في عليه اشياء كثير ممكن تشتريها وتستفيد منها، وفي عليه كمان مسابقه هاي الفتره بتربح $100، وفي فيديو نزل عن هذا الموضوع الاسبوع الماضي، فمش غلط تطلعوا اللينكات اللي في الديسكربشن بوكس تروح تشوفوا الفيديو عن هذا الموضوع وتشاركوا في المسابقه. $100 مش عاطلين، لا تحكي مش مستكتل عليهم، عادي مش شرط تكون مستكتل، فخذهم زياده على البوكت تبعك $70 او $100 شيء كثير منيح راح يفيدك وراح يخليك مبسوط من الشيء اللي عملته وما يتطلب منك شيء كثير. سلام.